اسمي تيمينة من تيمسية. قرب الميكرو. الزنقة ثلاثة، زنقة البريد. اليوم تنتمنى بنتي ترجع ليا فين ما كان. انت مشات هاد الدريه اليوم 16 يوم باش مشات 16 يوم ما بنت عليها، ما بنت عليها حتى اخبار، ما اتصل بينا حد، ما قال لنا ندي كنسولك ويقول لك ما جناهاش. قلنا دخلت 17 عام. 17 عام مشات لابسه سروال حمار وقميجه ديالو فيها نقيطات حمرين يا بيضاء وكاب كحل طويل السكم مفتوح وصدى. لا حوايج اللي لابسه في الدار 3 ايام هما اللي خارجه بيهم. ما لا ما مريضه ما والو، عادي عاديه يا دروشان، ما ماشي من دوك البنات المطورين، ماشي من دوك البنات اللي شعره لما تخاصمتيش معاها ما تمشطوش. فطرات معاكم هنا عادي فطرت الضحكيه وخداني وانا بس بانس نتنست وهي بقات هي وخاتها جمعت الموان غسلتهم شطبت البيوت جفت سيقت حشاك الطواليط عمرت البرادات تاي تاج اخوها ما عرفتش كاع هادي متى خرجتني للدرا باش خرجت يا بني. خرجت مع الثمانية قالت لك خليتها في ورايا في الطواليط ما رجعتش. انا من ما رجعتش انا كاينه في الدار ناعسه. الدرد هي اللي مشات للتراوح، خوها اللي جا ما فاطش فاطرين فايت من الاول وجا باش يدي الخبز باش يتسحر. عيط ما سمعوا حد، جا الدفه ديال الحديد ضربها برجلو نط صاحبني واش هي نعسات وخلات البوطه شاعله وتفرقعت. يلا يا وليدي مالك؟ قال لي يا ودي راني بغيت نرجع العيد من الاول عند خويا، راني كنعيط على ساره ما كايناش. فين هي ساره؟ قلت لي ساره وليدي راه باقي ناعسه شاعل البوله هنا ما لقاهاش. قال لي راه ما كايناش. قلت لي راه باقي مشات مع اختها للتراوح. صافي هز الجيلي ديالو وهز الخبز وزاد مشى بحالاته. بقيت انا من وراه جات نص ساعه، جات الدريه الاخرى من تراوح حليت ليها زدت حيد الدفه. قلت لها الله يا بنيتي خلي الدفه بحلو ولا تي دايره تي وياكل وش مع الفار. قالت لي ماما راه ما مشاتش معايا. قلت لها وفين هي؟ قالت لي راني ملي خرجت مع الثمانيه خليتها في الطوالي. خوها الصغير ما فطرش تاهو معنا، فاطر مع واحد صاحبه تاهو ما عندوش لاكار. قالك مع الثمانيه وشي قسمين الثمانيه وتولود شتا غدا خارجه حدا من حدايا هنا حدا مول 5 دراهم. قلت لها فين غادي يا ساره؟ قالت لي غدا مسخر. لا هي سخرتها شي جاره الله اعلم، حتى وحده ما قالت لي انا سخر. المهم انا ما سخرتهاش، ما كاينش لي سخره، ما كاينش لي في الدار لي سخره. السخره كنصيفطها تجيب عليا بحال هاد الوقت مع العصر. صافي اللي خاصه انا كتجيب عليا مع العصر، كنعاودش نسخرها من وراء من وراء المغرب. صافي تما خرجت ما رجعتش الان. درت الشكايه عند واكي عند كاتب. المهم دفعت الواكي الملك عطاها ليا، جبتها للجندار. جبتها للجندارم ايوا قال لك احنا قلبنا، احنا صرحنا بها، احنا لحنا في الفيسبوك، احنا لحنا في المغرب كامل، عندنا ما نديرو. ما كاينش اللي قال لي شي حاجه. ما عندهاش شي علاقه مع شي واحد؟ لا لا ما عندهاش، هي كاع التليفون. كتخرج هي تسخر كترجع صافي. لا خرجت نخرج انا وياهم هنا حدا البوسطه نجلس فوق الكراسه. مين ديالك المغاربه اليوم؟ كنتمنى الله يجازيهم بخير ويطول عمرهم يعاونوني على بنتي. انا بغيت بنتي تلقى، ما عرفتها ميتة، ما عرفتها حية، ما عرفتها شنو طريقة. شحال النمرة ديالها؟ 06-75-02-83-73 06-75-02-83-73